بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان ولدهر الدور كلها امين. بدانا المره الماضيه دراسه الفصل الدراسي بتاع اللاهوت المقارن للمرحله الثانيه. خدنا مقدمه عامه واتكلمنا بالتفصيل عن المعمودية كنقطة خلافية بيننا وبين اخواتنا البروتستانت. قلنا في فروق بنختلف فيها مع الكنائس الخلقدونية كلها، ودي هنفرد لها محاضرتين مدمجتين او منفصلتين هنعلن عنهم، هتكون أهم نقطة لأن دي نقطة خلافية مع مجموعة كبيرة كل الكنائس الخلقدونية. وفي حاجات بنختلف فيها مع البروتستانت والكاثوليك زي انبثاق الروح القدس، وقلناها المرة اللي فاتت بفكرة بسيطة يعني مختصرة. وهنركز اكتر على الخلافات مع البروتستانت. اول نقطة خلاف قلنا المعمودية. تاني نقطة خلاف مهمة جدا وهي التقليد، ان البروتستانت لا يؤمنون بالتقليد ويدعوا ان هم يؤمنوا بالكتاب المقدس فقط، في حين ان الكتاب المقدس نفسه اقر التقليد كمصدر من مصادر التعليم الكنسي. واحنا السنة اللي فاتت في المرحلة الاولى لما خدنا مقدمة في علم اللاهوت قلنا من اهم المصادر علم اللاهوت الكتاب المقدس، ومصدر اخر هو التقليد. ما هو التقليد؟ في ناس تفتكر ان التقليد ده اللي هو واحد بيقلد حد يعني. لا، يعني دي تعرفه قريبة من ما نقول في عادات وتقاليد. التقاليد دي ما هياش التقليد. لكن التقليد في المصطلح المسيحي هو كل تعليم وصل إلينا عن طريق التسليم الرسولي وليس الكتاب المقدس، بخلاف الكتاب المقدس. يعني في حاجات استلمناها ما وردتش في الكتاب المقدس لكن استلمناها بالتقليد كتسليم رسولي وجيل يسلم جيل، وفي نفس الوقت لا تتعارض مع الكتاب المقدس. في حين ان التقليد نفسه اقدم من الكتاب المقدس كمصدر من مصادر التعليم الديني للبشرية كلها. يعني الكتاب المقدس او الوحي المكتوب عمره قد ايه؟ بدأ من موسى، يعني قبل الميلاد بكم سنة؟ بحوالي 15 قرن، يعني 1500 سنة. قبل موسى كان في آلاف السنين. دي كلها كانت البشرية بدون كتاب مكتوب، ولكن تعتمد في عبادتها على ايه؟ على التقليد والضمير، على التقليد وعلى الضمير اللي وضعه الله في الانسان. الضمير طبعا يسمى الشريعة الأدبية،
والتقليد اللي هو بيستلم جيل يسلم جيل. طيب عرفنا ازاي الكلام دوت او مين اللي شهد لذلك ان التقليد ده كان موجود ومعترف بيه ومصدر اساسي للتعليم؟ الكتاب لما جه، لما اتكتب الكتاب المقدس أيد وأكد ما تم استلامه بالتقليد، وروى ما حدث وما كانش مكتوب قبل كده، وازاي ان البشرية عاشت تعتمد على التقليد في عبادتها وعلاقتها بالله. بعض الأمثلة اللي توضح كده، فاكرين طبعا لما أولاد آدم قايين وهابيل قدموا ذبائح أو تقدمات، فقدم هابيل الصديق قربانا من أبقار غنم ومن سمانها، يعني أفضل ما عنده، لازم الواحد يقدم أفضل إيه ما عنده. طيب عرف منين هابيل ان لازم تتقدم ذبائح؟ مين اللي قال له؟ استلم من ابوه، وابوه استلم من الله نفسه ادم، لكن ادم ما كتبش، لكن سلم اولاده. وطبعا الكتاب شهد لهذا التسليم سواء في سفر التكوين وفي العهد الجديد ايضا، لما القديس بولس الرسول يقول بإيمان قدم هابيل ذبيحة افضل من قايين، يعني اقر ان كان في ذبيحة تتقدم وبإيمان. اذا كان الايمان بالله موجود، لكن مصدر التعليم ظل بالتقليد لمدة آلاف السنين. نفس الوضع بيظهر بوضوح في قصة نوح. أبونا نوح اهتم لما بنى الفلك، خد حيوانات كتيرة وكان بيقطر من الحيوانات الطاهرة، وأول لما خرج من الفلك أمر ببناء مذبح وقدم من الحيوانات الطاهرة. طيب اولا مين عرف نوح ان في حيوانات طاهرة وحيوانات غير طاهرة؟ من التقليد. مين اللي عرفه ان في ذبيحة تتقدم؟ من التقليد. مين عرفه ان يبني مذبح؟ من التقليد. ودول الآباء الكبار، آباء الإيمان، عاشوا فترة طويلة جدا آلاف السنين لم يكن هناك كتاب مكتوب، ولكن اعتمدوا على التقليد والاستلام. نفس الوضع حصل مع أبونا إبراهيم لما قدم ذبايح. مين قال لإبراهيم ان يقدم؟ ده الاكتر من كده، لما تقابل مع ملكي صادق ويتقال عنه كاهن الله العلي، وهنا كان اول مرة نسمع كلمة كاهن، اتذكر فين كلمة كاهن ديت؟ مين علمها له؟
مين قال له عليها؟ التقليد. ده الأكتر من كده إن أبونا إبراهيم قدم لملكي صادق كاهن الله العلي العشور. الله طب ده العشور دي اتكتبت أيام موسى، هي كانت موجودة من زمان. وإبراهيم أبو الآباء قدم العشور. مين عرف أبونا إبراهيم إن في عشور بتتقدم؟ التقليد. يعقوب أبو الآباء برضو نفس الوضع. طب ما قال ربنا كل ما تعطيني فإني أعشره لك. عرفت منين يا يعقوب إن العشور تتقدم؟ عرف من إسحاق أبوه، وإسحاق عرف من مين؟ من إبراهيم أبو الآباء، وهكذا. وإبراهيم عرف منين؟ كل ده بالتقليد. ولما شاف سلم وملائكة طلعة نازلة، يعقوب قال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. طب بيت ربنا ده عرفته منين؟ بالتقليد. ده اكتر من كده، وراح جاب حجر وصب عليه زيت عشان ده هيبقى بيت ربنا اللي هو التدشين. ايش عرفك يا يعقوب ان التدشين بدهن الزيت؟ ما كانش لسه لا موسى جه ولا في شريعة مكتوبة اتكتبت، كل ده كان بالتقليد. حتى الختان اللي هو أهم شريعة كانت يهودية أو من أهم الشرائع، أبونا إبراهيم أبو الآباء استلمها من الله وسلمها لولاده، إن بعد كده الطفل في اليوم الثامن يختتن. طب ده الختان ده بقت شريعة مكتوبة لما جه موسى وكتب الناموس. طب قبل السنين دي كلها الناس كان عرفت منين؟ استلمته بالممارسة. التقليد هو الممارسة الحية يا أولاد، مش مجرد معلوماته بس، ممارسة حية للإيمان أو للتعليم، فعرفوه بالممارسة. الجميل يعني شوفوا الكتاب شهد للتقليد اللي قبل الكتاب ما يتكتب، ورغم ان بقى في كتب مكتوبة الا ان هذه الكتب لم تلغي التقليد ايضا، ولكن ابقى الله ايضا على التقليد كمصدر للتعليم موجود. هو نفسه في الكتاب أوصى الآباء في مناسبات عديدة إن الآباء يعلموا أولادهم، وقال للشعب إنما احترز واحفظ نفسك جدا لئلا تنسى نفسك ما أبصرت عيناك ولئلا تزول من قلبك كل أيام حياتك، وعلمها أولادك وأولاد أولادك. يعني لازم يبقى في تعليم بالممارسة وبالشرح، حتى والنص مكتوب والتعليم مكتوب أو أصبح فيه كتاب مكتوب.
في العهد الجديد أيضا، يعني احنا ذكرنا العهد القديم بيشهد للتقليد، في العهد الجديد نجد شهادة من الآباء الرسل لما تم استلامه بالتقليد مش من الكتاب. لما ذكروا بعض الأمور والأحداث لم يعتمدوا فقط على الكتاب، ولكن اعتمدوا أيضا على التقليد المسلم من الآباء. وده نلاقيه واضح لما القديس بولس الرسول ذكر اسمي الساحرين اللي قاوم موسى، وقال كما قاوم يانيس ويمبريس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق. طب الاسمين دول ما جوش أبدا في العهد القديم، من أين جاء بهما معلمنا بولس الرسول؟ من التقليد. حتى في العهد الجديد يا أولاد برضو، يعني ربنا يسوع المسيح بعد ما تمم الفداء وبعدين صعد إلى السماء وأوصى تلاميذه اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للمسكونة كلها، فضلوا حوالي 20 سنة ما كانش حاجة لسه اتكتبت، لكن كان في كرازة وتعليم والإنجيل معاش. قالوا علموهم جميع ما أوصيتكم به. ده في ناس عاشوا أمنوا وعاشوا وماتوا وما كانش لسه الآباء الرسل كتبوا البشائر والرسائل بتاعتهم. عاشوا بإيه في الفترة دهيت؟ عاشوا على إيه وإزاي؟ بالتقليد اللي هو الحياة التعبدية المعاشة اللي استلموها من الآباء الرسل. بل إن الكتاب نفسه حط قاعدة إن مش كل حاجة بتتكتب، مش كل حاجة هتتكتب. هم الآباء نفسهم قالوا كده، يعني تخيلوا ربنا يسوع المسيح حياته على الأرض علم كتير قوي قوي، له تعليم كتيرة وآلاف المعجزات، تفتكروا كلها اتكتبت؟ لا، كتبوا البعض يعني الحد الأدنى للإيمان الصوم، لكن الباقي كله بيستلم بالتقليد. القديس يوحنا نفسه يقول أشياء أخر كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة فواحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. شوفوا قد إيه. ويقول في موضع آخر وآيات أخر كثيرة صنعها يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. فهنا الكتاب نفسه الآباء الرسل بيقولوا لنا صراحة إن مش كل الحاجة اتكتبت. ده يقول كان يضع يدي على كثيرين بيشفوا، مين دول؟ ما ذكروش. تفتكروا لما قعد في معجزة إشباع الجموع قعد من الصبح لآخر النهار بيعلم، التعليم اللي علمها دي كلها مكتوبة؟ مش مكتوبة، لكن ضاعت؟ ما ضاعتش، بنستلمها بالتقليد. كان يقول النهار يقول يصنع خيرا، يدخل المجامع ويعلم. ده الفترة كمان اللي بعد قيامة ربنا يسوع المسيح
ما تذكرش كلام كتير على التعليم اللي قاله، مع انه كلمهم كتير عن الامور المختصة بملكوت الله. ده لما قابل بس تلميذي عمواس طول الطريق، وبدأ يكلمهم عن المفروض الاحداث اللي هتحصل، ويجيب لهم بدأ من موسى ومن جميع الانبياء يشرح لهم الامور المختصة به في جميع الكتب. يعني كان بقى شوفوا السيد المسيح نفسه بقى لما يشرح العهد القديم ويربطه بالامور المختصة به هو، ايه اللي هيحصل وما اتكتبتش. مرة كان قداسة البابا شنودة المتنيح عندنا في الدير، وكان قاعد كان بيحكي على الموضوع الشبيه بكده، فيقول كان نفسي اعرف بالضبط كل اللي قاله لتلميذي عمواس، لان بدأ من موسى وجميع الانبياء يفسر ويقول الامور المختصة به في جميع الكتب. لكن الحاجات دي ما طاعتش، لان احنا استلمنا الكتاب واستلمنا تفسيره وبصورة معاشة من خلال التقليد الكنسي، اللي للأسف البروتستانت يقولوا لا احنا مالناش غير الكتاب وبس، وبالتالي بيخسروا كل التراث اللي موجود اللي استلمناه من الآباء الرسل. ده الآباء الرسل نفسهم ربنا يسوع المسيح اختار 12 تلميذ و72 رسول وأرسلهم للكرازة في كل العالم، أكرزوا بالإنجيل المسكونة كلها. هل كل الآباء الرسل كتبوا؟ شوفوا بكم واحد كتب في الاثناشر بس، متى كتب انجيل في الاثناشر تلميذ، ويوحنا، والقديس بطرس كتب الرسائل بتاعته، والقديس يعقوب كتب رسالة، والقديس يهوذا كتب رسالة، القديس يوحنا طبعا كتب غير البشارة 3 رسائل وسفر الرؤيا. يبقى القديس متى والقديس يوحنا والقديس بطرس والقديس يعقوب والقديس يهوذا. من 70 رسول بالإضافة إلى بولس الرسول، مين كتب؟ مرقس ولوقا، ومين تاني؟ مرقس ولوقا ومين؟ بطرس من الاثناشر، انا بقول من 70. مرقس ولوقا والقديس بولس. طيب فين بقيت الاثناشر؟ الاغلبية ما كتبوش. فين بقيت السبعين او الاثنين وسبعين رسول؟ ما كتبوش. طب يعني لم يكرزوا بالانجيل؟ كرزوا بالانجيل وفتنوا المسكونة كلها. طب كرازتهم راحت؟ لا ما راحتش، معاشة، لان ربنا يسوع المسيح نفسه قال كده،
الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. الكلام الذي أقول لكم هو روح وحياة، فهو حياة معاشة. كان المؤمنين بيستلموها زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، يقول تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. حتى اللي كتبوا، طبعا القديس يوحنا رغم أنه كتب بشارة ورسائل وسفر الرؤيا، لكن هو نفسه قال ان اللي كتبه ده يعتبر قليل بالنسبة للي ما كتبوش. قال اشياء كثيرة جدا ما اتكتبتش، لو كتبت واحدة واحدة لا اظن العالم كله يسعى الكتب المكتوبة. القديس بولس الرسول كتب 14 رسالة، ورغم ذلك هل هو ده كل تعليم القديس بولس الرسول؟ لا، ده في روما لوحده أجر بيت قعد فيه سنتين، كان عمال يبشر ويكرز. ده يتكتب فيهم قد ايه دول؟ او يعلم فيهم قد ايه؟ لكن كان الآباء بيعتمدوا على التعليم الشفاهي اللي بيوصل لينا بالتسليم، وكانوا يهتموا بالتسليم الشفوي او المعاش. القديس يوحنا يقول لم ارد ان اكتب في احد رسائله، لم ارد ان اكتب اليك بحبر وقلم او بقلم وحبر، ولكن أريد أن أتكلم فما لفم. يعني كتب رسالة كده كلمتين، لأن مش الكتابة دي ما بتسعفش، ولكن يريد يتكلم فما لفم. وكررها تاني نفس العبارة. القديس بولس الرسول رغم ال 14 رسالة اللي كتبها يقول وأما الأمور الباقية في رسالته الأولى لأهل كورنثوس فعندما أجيء أرتبها. وقال لتيتوس من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة قصوصا كما أوصيتك. لكن هل شرح لنا التفاصيل ايه؟ لا. وما عرفناها ازاي؟ من الكنيسة، من خلال الطقوس الكنيسة. عشان كده يا ولاد الكتب الكنسية بتاعت الطقوس والصلوات، سواء القداسات والصلوات كلها، دي اللي استلمتها الكنيسة من الآباء الرسل وما لم تدون في الكتاب المقدس. ولغاية دلوقتي نلاحظ الآتي، إن الكنائس التقليدية رغم إن احنا اختلفنا معاهم سواء كاثوليك أو الكنائس البيزنطية، تلاقي في بعض الطقوس زي القداسات والسيامات والرسامات نلاقي نفس الطريقة، وضع اليد، وفي بعض عبارات في الصلوات كما لو إنها واحد، مما يدل إن المصدر واحد. قديس بولس أيضا يوصي تيموثاوس يقول له ما سمعت مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. ما سمعوا، يعني مش اللي كتبته لك، لأ اللي انت ايه سمعته. أودعه يعني سلمه لأناس أمناء يسلموا
عشان كده من ضمن المسؤوليات الخطيرة في الكهنوت يا أولاد إن الواحد يكون أمين عن اللي استلمه، ما يغيرش، ما يعدلش في الطقوس، في الصلوات، في الترتيبات الأصيلة. ممكن بتحصل بعض الإضافات في كل جيل للصلوات أو أمور محلية، زي ما نصلي نيل مصر باركوا مثلا، أو نصلي في أوان الزرع، أوان الثمار. المبدأ أن نصلي من أجل كل شيء، لكن في حاجات أخرى لا يمكن الاقتراب منها. والكهنوت بكل درجات كان زمان بدون تعهد، ما فيش التعهد ده، كان ما كانش يتقال. لكن الواحد لازم يحتفظ باللي استلمه ويسلمه. أضيف التعهد من سنوات قريبة أن الكاهن أو الأسقف يقول أتعهد أمام الله وأمام المذبح المقدس أن يحافظ على إيه؟ أن الإيمان الأرثوذكسي والكنيسة وتقاليدها وطقوسها وكل ما استلم، ما يفرطش في شيء. إحنا بس في مشكلة أن دلوقتي الدنيا في دعايات او في ميديا، الميديا خلت انه ممكن خطأ ينتشر، واحد يعمل حاجة خطأ ودي الخطورة، تنتشر وكأن هي دي الصح. يجي احيانا ننبه بعض الناس والشمس على الحاجة الصح، لا احنا ما شفناش، ما عملناش كده، كأن هي الايه اللي شافه هو اللي صح. لكن ده حاجات لازم نستلمها من الكنيسة وما نفرطش فيها ولا نعدلها ولا نبدلها. عشان كده قال له أودعوا أناس أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فلما يجي البروتستانت دلوقتي كل حاجة نقول لهم مثلا في الصوم، في الصلوات، في العبادات، يقول لي هات لي آية من الكتاب المقدس قالت كده. جه في الكتاب المقدس كده؟ طب كل اللي بنقوله ده جه ولا ما جاش؟ ما هو الكتاب المقدس حط المبدأ، لكن ما هو لو هيجيبه طب هيحطه ليه؟ يبقى ايه قيمة التقليد؟ لكن الكتاب المقدس هو اللي علمنا وأقر بالتسليم الشفوي أو التقليد الذي لا يتعارض مع هو مكتوب. ده في حاجات تانية حتى رغم البروتستانت لا يؤمنوا بالتقليد. طب في حاجات استلمناها من التقليد بس وهم بيمارسوها برضو، زي تقديس يوم الأحد. تلاقي العالم كله صندي ده بيبقى أجازة، حتى البروتستانت، مع أن الوصية كانت تقول أذكر يوم السبت لتقدسه، ما كتبش فيها الحد. طب ايه اللي خلاهم يفهموا ان السبت بقى هو الحد؟ التقليد القوي، الاستلام اللي ما قدرش حد يلغيه، لان دي حياة معاشة. يوم الراحة السبت اللي هو رمز للأحد، كان يرمز للايه؟ للأحد. فنبص نلاقي الكل الآن يقدس يوم الأحد بما فيهم البروتستانت نفسهم أو معظمهم.
الكتاب قال يوم الرب، لكن بالتقليد عرفنا ان يوم الرب هو المقصود بيوم الايه؟ يوم الاحد. القداس اللي بنصليه، طقس الصيامات المعمودية، سر الإفخارستية، تفاصيله استلمناها منين؟ ده احنا عندنا أقدم قداس هنا، نقول الكرولوسي، نقول ده قداس القديس ماري مرقس. طب يعني ليه بنقول عليه كرولوسي؟ لأن القديس كرولوس هو اللي دونه، كان الأول القداس بالاستلام، أول واحد دونه كان القديس كرولوس، عشان كده نوصب إليه. طب سر الإفخارستية والصلوات دي وترتيبها استلمناها منين؟ من الآباء الرسل. قديس بولس الرسول نفسه يقول: لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا ويكمل. فهو استلم وسلمنا، لكن الصلوات ايه وكده ما اتكتبتش، لكن دي بالممارسة وبالحياة وصلت لنا. وزي ما قلنا اباء حتى العهد الجديد سواء شهدوا للتقليد القديم، والتقليد الجديد اللي هو بتاع العهد الجديد لما قالوا فما لفم، ولما اجي هرتبها، واشياء اخر كثيره صنعها يسوع، لكن اوردوا حاجات كتير برضو زي ما قلنا قبل كده من التقليد تخص الاحداث القديمه اللي ما وردتش في الكتاب المقدس نفسه. يعني مثلا ورد في رساله يهوذا الخصومه مع الشيطان، بين الشيطان وبين ميخائيل رئيس الملائكه. قديس يهوذا يقول ايه؟ واما ميخائيل رئيس الملائكه فلما خاصم ابليس محاجا عن جسد موسى لم يقصر ان يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. كل ده ما وردش في العهد القديم. وبرضه معلمنا بولس الرسول في رساله العبرانيين لما اتكلم على موسى لما كان في الجبل بيستلم الشريعه، يوصف يقول: كان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى: انا مرتعب ومرتعد، انا مرتعب ومرتعد. لو جبتوا العهد القديم سواء في سفر الخروج ولا سفر التثنية ما تلاقوش ان موسى قال كده، مش مكتوب. طب جابها منين القديس بولس الرسول؟ من التقليد. هما كآباء العهد الجديد اتكلموا عن بلعام سواء في سفر الرؤيا، اما بيقول: عندك قوما متمسكين بتعليم بالعام الذي كان يعلم بلاق ان يلقي معصرة امام بني اسرائيل ان ياكلوا ما ذبح للاوثان ويزنوا. التفاصيل دي ما اتذكرتش، هو اتذكر ان حصل كده، لكن ما اتقالش ان بلعام هو اللي قال كده يعني. والقديس يهوذا يصفه بيقول: احب اجرة الاسم. والقديس بطرس ايضا ذكر هذا الامر. قديس يهوذا الرسول اتكلم عن نبوءه اخنوخ اللي ما وردتش في العهد القديم المكتوب، قال: وتنبأ عن هؤلاء ايضا اخنوخ السبع من ادم قائلا: هوذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه ليصنع دينونه على الجميع ويعاقب جميع فجارهم. فين دي في العهد القديم؟ ما جاتش، لكن ما راحتش. كنيسة العهد القديم احتفظت بهذه الأمور في التقليد اليهودي القديم، والآباء الرسل استلموه وجابوا منه هذه الأمور. إذن التقليد مفيد جدا، لان بناخد من خلاله تعاليم كتيرة 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 جدا، وخصوصا تعاليم عملية معاشة. تخيلوا لو الحاجات دي كلها مش موجودة ماذا يبقى؟ لان هقول لكم حاجة اكتر من كده.
على أهمية التقليد. الكتاب المقدس نفسه اللي عرفني ان ده هو الكتاب المقدس، التقليد. عشان كده الاباء في القرون الاولى اقروا ان الكتاب المقدس هو الاصفار ديت كذا وكذا وكذا. مرة وانا طفل صغير حضرت مناقشة حادة كانت بين المتنيح الانبا ابراهام، كان ساعتها لسه مش كان هو علماني يعني، وبين احد القادة البروتستانت في منطقة ما. فجي الكنيسة ودخل في حوار ساخن مع انبا ابراهام الله ينفسه، فكان كل حاجة يجي يكلمه يقول له ما تكلمنيش الا من الكتاب المقدس، انا لا اؤمن الا بالكتاب الايه المقدس. فساعتها مسك الكتاب المقدس قال له ومين قال لك ان ده هو الكتاب المقدس؟ مين قال ان ده هو الكتاب المقدس؟ عرفت منين ان ده هو الكتاب المقدس؟ ما ممكن في كتب كتيرة وادعاءات كتيرة، كتب ابوكريفة اللي بنسميها، ونسبت للآباء الرسل، لكن مين قال لنا ان ده هو الكتاب المقدس؟ قال له لا، ده انا مستله من ابويا وابويا استلمه من جدي وجدي استلمه من ابوه ان ده هو الكتاب المقدس. قال له طب ما هو ده التقليد. ان حتى الكتاب المقدس عرفنا منين ان ده هو الكتاب المقدس، وان لأي حاجة غيره حد يدعي اي كتاب اخر نقول لا مش هو، مش هو. ليه؟ لانه مش هو اللي استلمناه، التقليد. فالتقليد حفظ لي حاجات كتيرة ما اردتش، بقى كنز كبير ليه اخسره؟ عشان كده بنقول كنيستنا كنيسة تقليدية غنية. لا يقول الكتاب المقدس، طب ما احنا عندنا الكتاب المقدس برضو. بعدين انت هتقول بالكتاب المقدس، طب ما الكتاب المقدس هو اللي ذكر التقليد واشار اليه وايده. فالتقليد هو اللي حفظ لي هذه الكنوز، وحفظ لي الكتاب المقدس نفسه، وحفظ لي الإيمان. ده مش الكتاب بس، الكتاب وتفسيره كمان، وإلا كل واحد يطلع بتفسير شكل ويعمل طايفة لوحده. لكن إيه اللي حفظ وحدة الكنيسة؟ إن بنستلم الكتاب المقدس وتفسيره، وبالتالي وحدانية الإيمان السليم. حفظ لنا طبعا حاجات كتير زي ما قلنا ما وردتش حتى في الكتاب. يوم الحد رسم الصليب ما تذكرش في الكتاب المقدس ان نرشم الصليب كده، اتذكر ما تذكرش. لكن تلاقوا المسيحيين في كل العالم وخصوصا الكنائس التقليدية تلاقي الكل يرشم الصليب. طب ورد ده فين في الكتاب المقدس؟ ما وردش. صحيح بيختلف بعض الكنائس، فيه زينا يعملوا كده وفيه يعملوا العكس، لكن في النهاية مبدأ رشم الصليب مبدأ يعني كل المسيحيين الكنائس التقليدية أمر يؤمنوا به ويمارسوه. لكن لازم نفرق حاجة، لأن الحاجة اللي هنفرق بينها دهيت هي اللي أحيانا يتحججوا بيها. لازم نفرق بين التقاليد الصحيحة والتقاليد الباطلة.
ايه هو التقليد الصحيح والتقاليد الايه الباطله؟ ويحتجوا على كده، يقول لك الكتاب نفسه قال كده. ازاي؟ يقول لك لما وبخ الكتب والفريسيين وقال انتم لماذا تتعدون وصية الرب بسبب تقليدكم. طيب اي احنا قلنا تقاليد، اي تقليد يتعارض مع ما هو مكتوب غير مقبول، فنحن لا نقبل غير التقليد السليم. عمرنا ما قبلنا تقاليد باطلة، فلازم التقليد اللي بنقبله بيكون له شروط، لا يتعارض مع الكتاب المقدس، ما يتعارضش مع بعضه. ما تجوش في يوم من الأيام هتلاقوا حاجة بنمارسها ضد حاجة أو نقولها ويعارضها حاجة تاني، يكون في إجماع في قبوله. زي ما قلت لكم يعني، بص تلاقي الكنيسة في كل مكان تجمع عليه وإجماع قديم، فدي شرط التقليد السليم. غير كده ممكن يبقى تقليد الناس أو تقاليد باطلة، ودي لا نؤمن بيها. بالإضافة أن التقاليد أو التقليد حفظ لنا كل هذه الكنوز، فحفظ لنا أيضا التراث المتزايد عبر الزمان للكنيسة. إزاي؟ ربنا يسوع المسيح أعطى سلطة للكنيسة في التشريع، ادى الكنيسة سلطان من خلال الكهنوت، ففي سلطان الاعتراف ده سلطان يعني بيتمارس الكهنة في سر الاعتراف، اللي هو قال من غفرتم لهم خطاياه غفرت لهم مسكتموه عليهم امسكت. لكن غير كده اعطى سلطة اخرى اللي هي السلطة التشريعية، ودي من اختصاص الآباء الأساقفة ممثلين في المجمع المقدس أو في المجامع المقدسة، السلطة المجمعية اللي أعضاها بيبقوا الآباء الأساقفة اللي لهم الكهنوت الكامل. السلطان ده إداهم لهم هيك إمتى؟ لما قال لهم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوط، كل ما تحلونه يكون ايه؟ دي السلطه التشريعيه، على اساس في حاجات بتجد ما بتبقاش في وصيه واضحه وصريحه في الحكم على هذا الامر، فبتضطر الكنيسه تجتمع وتنظر في الامر وتقرر وتشرع بما يتوافق مع روح وفكر الكتاب ككل والتقليد المسلم من الآباء. طب السلطة دي الكنيسة بتمارسها امتى ومارستها امتى؟ اولا ربنا يسوع المسيح اللي اداها للكنيسة لما قال لهم كل ما تربطونه وكل ما تحلونه. بدأت الكنيسة تمارسها من عصر الرسل نفسهم لما اختلفوا بخصوص قبول الأمم للإيمان، هل لازم يتهودوا الأول ويختتنوا بعد كده يدخلوا المسيحية ولا يدخلوا على طول؟ اختلفت الآراء ساعتها. فعمل ايه الآباء الرسل؟ اجتمعوا وعملوا مجمع كنسي، وده كان أول مجمع مسكوني.
كان ما بين 45 ل 50 ميلادية. وانعقد في أورشليم بقيادة القديس يعقوب الرسول، لأنه كان أسقف أورشليم. وبعد ما خلصوا للرأي اللي اتفقوا عليه ان هم يخففوا عن الأمم، قالوا الآتي: قال رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة، أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا. وده كان أول مجمع مسكوني في تشريع يحسم قضية جدت ما كانتش موجودة وواضحة قبل كده. بعد كده توالت المجامع المسكونية، حصل مجمع نيقيا سنة كام؟ 325، وبعدين مجمع القسطنطينية، ومجمع أفسس، وكان في مجامع مكانية أخرى. مش همتحنكم في الحاجات دي دلوقتي، لكن أنا بقول بقى التراث بتاع قرارات المجامع دهيت بقى تراث، بقت مبادئ وشرائع الكنيسة تمشي عليها. دي محفوظة من خلال ايه؟ التقليد، ما مش موجودة في الكتاب المقدس، ولكن يحكمنا امر هام ان لازم التقليد عشان يبقى تقليد سليم، قلنا يكون لا يعارض الكتاب المقدس، غير متعارض مع التقاليد الاخرى المسلمة، اجماع القبول عليه. الحقيقة البروتستانت برضو لان هم مش لا يؤمنوا بالتقليد، فخلطوا بين التقاليد الباطلة والتقليد السليم. ففي الترجمات للكتاب المقدس كل الكلمات اللي تعبر عن التقليد ان الكتاب صرح بيها صراحة وتؤيد التقليد ترجموها التعاليم، وجم على التعاليم الباطلة وراحوا مترجمينها ايه؟ التقليد، لتشويه الفكر او المبدأ نفسه بالإيمان بالتقليد. الآباء الرسل قالوا ايه؟ اذا ايها الاخوة تمسكوا بالتقليدات التي تسلمتوها سواء بالكلام او برسالتنا. وقال ايضا تجنبوا كل اخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التقليد الذي اخذه منا. دي كله كلام عن التقليد، النص الصحيح اللي انا بقوله ده. وقال القديس بولس لأهل كورنثوس: أمدحكم على أنكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التقليدات التي سلمتها إليكم. كل دي تعبيرات صريحة من الكتاب تؤكد الايه؟ التقليد وإقرار الكتاب به. فيجوا البروتستانت بقى تلاقوا في النسخة البيروتية اللي معانا يحطوا التقليدات التعليم، هتلاقوا الكلمات الكل كلمة تقليد انا قلتها هنا ترجمتها في النسخة ده هي ايه؟ تعليم، ما يقولوش عليها ما يترجموهاش تقليد. ويجوا في العكس لما يكون حاجات تحفظون تقاليد الناس
يقولوها التقاليد، ما يقولوش تعاليم الناس اللي هي الباطلة. ورغم كل هذا، رغم رفضهم للتقليد، إلا أنهم هم نفسهم دون أن يدروا في حاجات بيعيشوها بالتقليد، رغم التحرر اللي هو عندهم، اللي تبص تلاقي مثلا الزواج عندهم مش سر، لكن في كتاب وفي صلوات معينة يقولوها. طب اشمعنى الصلوات دي؟ او ده نوع من التقليد، سواء في الرسامات او الزواج او المعمودية. طبعا احنا نحترم اقوال الاباء جدا، لان من خلالها بناخد التقليد. هما مش بنفس الدرجة من الاحترام قوي والتقدير، لكن برضو عندهم معلمين يقدروهم قوي، زي لوثر وكلفن وخلافه، لكن ما يقدرهمش زينا، يعني زي احنا ما بنوقر ابائنا. وبالتالي بتبقى الخسارة ليهم فادحة. لكن احنا ايماننا بالتقليد يجعل كنيستنا غنية بالتعليم والتراث الغني العميق المسلم مرة من القديسين، واللي يفضل جيل يسلم جيل، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: أودعوا أناس أمناء أكفاء يكونوا قادرين أن يعلموا آخرين ويسلموه لهم، ويظل جيل يسلم جيل إلى نهاية الأيام، وتظل الكنيسة محفوظة بوعد السيد المسيح: لها أبواب الجحيم لن تقوى عليها. فده مبدأ مهم جدا، التقليد، وده نقطة خلافية بيننا وبين اخواتنا البروتستانت. حاولنا ندي شرح مركز ومختصر لأهميته بأمثلة كثيرة منين؟ من الكتاب المقدس. فتبص تلاقوا هي متبادلية. الكتاب المقدس خدناه استلمناه بالتقليد، والكتاب المقدس نفسه يشهد للتقليد. هنكتفي بهذا القدر ونجاوب بعض الأسئلة. حد بيقول يعني اختزل التقليد في حاجة واحدة بس، يقول هو مش ممكن حد يسلم غيره غلط؟ بمعنى بيشرح بقى، يعني مثلا اللي بيحفظ الألحان ممكن يزود هزة من عنده، فممكن حد يزود وينقص. التقليد مش الألحان وبس، هو طبعا الألحان، عشان كده في لجنة في المجمع المقدس توحيد الألحان، بنحاول لو حد غير هزات ولا حاجة تتظبط يعني، وفي تسجيلات لكده. لكن التقليد أكبر كتير من الألحان. ليه بيترشم الصليب في غير الأرثوذكس عكس اتجاهنا؟ الكاثوليك يرشموه زينا بنفس الاتجاه بتاعنا، البيزنطيين أو الكنيسة اليونانية يرشموه العكس، لكن المهم بيترشم الصليب في الآخر. احنا طبعا المعنى عندنا احنا شرحناه لكم وانتوا صغيرين. ليه في الاعتراف بيكون في ستارة وحاجز بين الكاهن والمعترف؟ مش عندنا الكلام ده. ليه الكاهن بره بيكون ملوش لحية زي عندنا؟ خليكم في اللي عندكم. هو ده جزء من التقليد، ان علامة الندر ان بالكاهن بيطلق ايه لحيته. فكنيستنا استمرت فيه، كان زمان بره برضو كلهم،
الكنائس التقليدية الروم يسيبوا دقنهم برضو زينا، البيزنطيين الكاثوليك بيحلقوا، فهم اللي غيروا مش احنا. في سؤال روحي مش في الموضوع لكن هجاوبه، بيقول ليه يا سيدنا ربنا بيسمح بحاجات تحصل لنا وهو عارف انها هتسبب تعب وجرح عميق كل ما نفتكرها؟ ارجو الرد، انا تعبان قوي اذكرني في صلاتي. طبعا الحاجات الشخصية دي بيفضل الإجابة فيها بصورة شخصية، لكن كمبدأ عام أحيانا بنظلم ربنا في متاعب الإنسان بيجيبها لنفسه بسوء تصرفه. ربنا ادانا الحرية وربنا صانع الخيرات، ما يجيبش تعب وشر لحد لانه صانع الايه؟ الخيرات. فربنا ادانا الحرية. احيانا احنا بنسيء الحرية دهيت وبنعمل حاجات، تصرفاتنا اللي بنعملها بحريتنا تصرفات بتبقى خاطئة تجيب الضرر. يعني واحد ممكن يشرب سجاير يضيع صحته، يقول ليه ربنا يسمح ان انا امرض؟ واحد يشرب مخدرات ويتبهدل ويبهدل اهله ويضيع مستقبله، والاخر يقول ليه ربنا بيسمح بكده؟ فبنظلم ربنا. هو الشر سببه او الحاجة الوحشة اللي حصلت ربنا اللي عملها ولا احنا؟ احنا. فالواحد الاول بدل ما يلوم ربنا يلوم نفسه، لان في احيان كتيرة بيبقى نتيجة تصرفي الخاطئ بينتج عنه نتائج مضرة. الافضل ان نستفيد واقول انا فعلا غلطت ان عملت كده، طيب ابدأ اصلح من نفسي والامور تتعدل. لكن للأسف واحد ما يذاكرش مثلا طول السنة ويجي يسقط، ليه ربنا سقطني؟ ويتضايق ويزعل من ربنا. الله، هو قالك ما تذاكرش، بدل ما تقول ليه ربنا سقطني، طب ما تقول استفيد من الخطأ اللي حصل وتصلحه. فالواحد يقول خلاص انا ما عدتش هقصر تاني وهذاكر وابقى كويس، ويعوض الخسارة دي بنجاح بعد كده. لكن طول ما الواحد بيرمي على غيره مش هيتقدم ابدا. في حاجات احيانا تحصل للناس مش عن طريق خطأ ليهم، لكن ربنا بيحاولها الخير. يوسف راح يدي اخواته، اهتم ان يودي لهم الاكل وتحمل مشقة الطريق، هما حسدا منه حطوه بير وبعد كده باعوه. حد يقول طب ليه ربنا سمح بكده؟ لا، ربنا يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. سابه يتعب شوية لكن بعد كده خليه رئيس على كل مصر واستبقاه لحياة. عشان كده لما اخواته راحوا وشافوه ارتعبوا انه هينتقم منهم، قال لهم ما تخافوش، انتم قصدتم بي شرا والرب قصد ايه؟ خير. ارسلني لاستبقاء حياة. فحتى لو حصل حاجة يعني مش كويسة ربنا بيحولها للخير، بس عايز الصبر. لكن الاهم من كده ان الواحد يفحص نفسه لألا يكون هو نفسه سبب المشكلة والتعب، وبدل ما يصلح نفسه يلوم على ربنا.
في حد بيشكر وبعدين بيقول ازاي دخل ربنا في حياتي رغم الطفرة الكبيرة في الميديا، وازاي ابطل الحاجات اللي مش كويسة. يعني زي ما قلت لكم يا اولاد، ربنا ادانا الحرية، لازم الواحد يعمل كنترول على نفسه. الميديا نفسها ممكن استغلها بالطريقة اللي تبنيني. نفس الحاجة اللي مليانة شر ممكن ألاقي فيها خير برضو. فالواحد يكون قوي ويهرب من الحاجات اللي تتعبه. يقول لك الصديق يرى الشر فيتوارى، ما يتصدرش، ويملى وقته يقرب من ربنا. يقول لك اقتربوا الي اقترب اليكم، يشبع من الكتاب المقدس، يحط قانون لنفسه ان لازم كل يوم اقف واتكلم مع ربنا، اكلمه واسمع صوته في الانجيل. فكده يبقى ربنا في حياتي، بس لازم ليكون ليا دور. حتى ربنا اما كان يجي يعمل حد تعبان عايز يساعده، لازم اللي قدامه يعلن ارادته، يقول له اتريد ان تبرأ، اتؤمن. ففي اللي كان بيقول له اؤمن، وفي اللي بيقول له اعني يا رب. ده مرة واحد قال له اعني، مش اعني يا رب ايماني، قال له اعني يا رب عدم ايماني وشفاه. ففي حاجات تحتاج ارادة الواحد يهرب منها، وفي نفس الوقت يملى وقته وحياته بما يبنيه. وده احنا بنحاول نساعدكم كده، بنشغلكم بالدراسات الحلوة، ذاكروا وفهموا وحلوا. كل الواحد لما يبقى مشغول في حاجات تبنيه بتغلق الباب قدام حاجات وحشة كتير. هل مرد نسجد لجسدك المقدس في القداس البسيلي صح؟ طبعا صح، موجود في الخلاجي. فبنلتزم باللي موجود في الخلاجي، نسجد لجسدك الايه المقدس. في البعض يقول ايوه بس القداس البسيلي بيخاطب الاب، فاما اقول جسدك يبقى بنخاطب الاب. هو فعلا القداس البسيلي يخاطب الاب، والغرغور يخاطب الابن، لكن الله واحد قبل كل شيء. ثانيا ممكن واحنا بنصلي مفيش ما يمنع في القداس البسيلي نقول اسم للاب. واحيانا في القداس الغرغوري ممكن احيانا بيتقال اسم للاب. وبعدين القداس البسيلي مثلا فبيتقال فيه مرد امين 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 بموتك يا رب نبشر. دي في البسيلي ولا مش في البسيلي؟ طب بيخاطب مين هنا؟ مين اللي مات عنا؟ سهل القداس في مجمله السياق للاب، لكن ممكن بيبقى احيانا في بعض فقرات بنوجهها للابن، وبيبقى معروف ان احنا هنا بنخاطب الابن، بنقول له بموتك يا رب ايه. وبعدين حتى في بشفاعة والدة الاله نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس. دي موجهة لمين؟ للابن. احنا نحتفظ بكل حاجة موجودة زي ما هي، لان ما فيش حاجة غلط. احنا ليه بنحط في الحمل خميرة مع ان الفصح اليهود
كان الخبز فيه من غير خميرة، يعني الخبز اللي في العشاء الرباني كان فيه خميرة. اللي ربنا يسوع المسيح استخدمه اولا كان فيه خميرة، ثانيا احنا بنحط فيه خميرة، الخميرة ترمز الى الخطية، المسيح بلا خطية لكن حمل خطايانا، صار خطية لأجلنا هو، عشان كده حتى بنقول عليه حمل، حمل خطايانا. فالخميرة اللي بتبقى في الحمل بتشير لخطايانا اللي حملها، لكن هو بلا خطية. لو حد بابا ومامته انتقلوا وهو ما يعرفش هو تعمد ولا لا، هل تعاد المعمودية؟ لو في شك وما يعرفش ممكن يتعمد، في حالة إذا كان اتعمد هيبقى معموديته الأولى هي اللي سارية والمعمودية التانية بطلة خلاص، لو ما كانش اتعمد هتبقى معموديته ديت هي الأولى. هل يحل للمرأة دخول الكنيسة خلال 40 يوم بعد الولادة؟ لا، 40 في ولد و80 في بنت. ورد في لويين 12 وقال إلى المقدس لا تجيء. ست العذراء نفسها التزمت وبعد 40 يوم راحت قدمت ذبيحة عن تطهيرها مع انها كانت كلية الطهر. عندي مشكلة في التشكيك، ازاي ابطل الشك؟ شك في ايه؟ في الاخرين ولا في الايمان؟ هو الواحد لو في الايمان اسأل، او بتبقى حرب شيطان. لو شك في الاخرين، كل ما يكون الواحد بيتعامل باستقامة تلاقيه يبقى عنده ثقة، يعني يقول لك المحبة تصدق كل شيء. تلاقي لو يسمع حاجة يصدقها لانه ما يكذبش، فبيفترض الصدق ما يشكش. لكن مش معنى كده انه يبقى كل اللي يسمعه يصدقه، لا، دي مش حكمة، واسفار الحكمة فيها كلام عن كده، والكتاب يقول احترزوا من الناس، ففي مبدأ حرص ولا تخون. لكن اللي انا اثق فيهم وبتعامل معاهم بتغلب، يقول لك المحبة تصدق كل ايه، المحبة لا تظن السوء. لكن هذا لا يعني ان في المعاملات الواحد يبقى مأمن نفسه، ده لو الشك في المعاملات. يعني هو انا سيدنا لو بعمل حاجات ترضي ربنا بس بعملها عشان خايف ان لما اموت اخش الجحيم، هل كده انا برضي ربنا ولا لا؟ طبعا بترضيه برضه، بس اللي هو يعني يقول لك ابدأ بالمخافة تنتهي بالايه؟ بالمحبة. ومعروف يقول لك ده بيخاف ربنا، معنى ان بخاف ان بأؤمن بيه، بخاف من العقاب اني بأؤمن ايه، فيها بتعبر عن الايمان، انك بتؤمن بوجوده وان في حساب. لكن كل ما الواحد ينمو في محبته مع ربنا بيتحول المحبة الكاملة تطرد الخوف خارجا، تلاقي بيتحول الواحد يعمل الخير في واحد حتى في حياتنا في معاملاتنا، يعمل اللي يرضي قدامه عشان خايف منه، يقول لك ما انا لو خالفت هيضربني هيزعقلي هيشخط فيا. وممكن بعد شوية أو في ظروف أخرى ممكن يقول لأ، ما أنا ما أعملش كده عشان مش عايز أزعله، ما بحبش إيه، مش عشان عقاب لكن عشان أنا بحبه، مش هعمل حاجة إيه تزعله. فالواحد يحب الخير في ذاته ويبقى ما بيعملش عشان يعني إيه بيحب ربنا ومش عايز يزعله، مش عشان أنا ما تعاقبش.
هل يوجد فرق بين التقليد الباطل والبدعة؟ قريبين من بعض. التقاليد الباطلة اللي هي يعني مش سليمة، فلو مشينا وراها ممكن تتحول لبدعة. في مجموعة أسئلة كده كلها شخصية، بيقول لما باجي أذاكر بسرح كتير قوي وبنشغل عن المذاكرة. اللي بيسرح يشغل نفسه ويشغل حواسه، يعني لما يذاكر يكتب ويقرأ، يبقى عينه في الحاجة كده ويكتب، فالكتابة تخليه ايه ما يسرحش، او يقرأ بصوت مسموع يسمع نفسه وهو بيقرأ، يقرأ بصوت ايه عالي عشان يصحي نفسه يصحصح نفسه ما ينامش، او يكتب. فكل الواحد لما بيشغل يشرك حواس اخرى فبيجمع الحواس عشان ما يسرحش. مين هو اول هرطوقي ظهر؟ لا كتير، في القرن الاول ظهروا كتير، يعني صعب ان احدد مين الاول، لكن في ظهر وانتهوا وفي حاجات استمرت او بيطلع مع تعاقب الاجيال افكار شبيهه. هل الغنوصيه هي اول بدعه؟ لا. في واحده من بناتنا بتقول انا كنت مسافره ومعرفتش احضر المحاضرات بتاعه تاريخ ولا ايه، واعتذرت للخدام في كنيسه كذا لكن حرموني من الامتحان ومعرفتش ادخل التخلفات لاني كنت مسافره تاني غصب عني، وما رضيوش يغيروا لي الامتحان موعد اخر، فارجو التنبيه على احترام الاعذار. طب ما احنا برضو نحترم المواعيد، ليه لما بيكون عندنا امتحان او حاجات ما بنرتبش موعدنا على اساسها؟ يعني سافرتي اولاني وفي المره التانيه سافرتي تاني، هل ينفع يتفصل امتحان لكل واحد على حدة كده يعني؟ فمفروض برضو بيبقى الجداول معلنة بوقت كافي، الناس ترتب وقتها عليها. طبعا في غياب أعذار ممكن بتتقبل، لكن بتبقى لها حدود. هي ورقة صغيرة أصلا ولفينها لفات كتير. لماذا يختلفون في رشم الصليب؟ اسألهم، أنا ما بختلفش، احنا بنرسمه كده، المهم بيترشم في الآخر. يعني هو أنا لو عملت خطية وبعدين رحت أتناول يبقى كده اتناولت من غير استحقاق؟ يبقى من غير استحقاق لو ما قدمتش توبة عن الخطية واعترفت بيها. احنا مدعوين للتوبة المستمرة، فالواحد غلط يقدم توبة وندم ويقر بخطاياه، لان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل اسم. فمفروض يعني يبقى في توبة وفي اعتراف، لكن لو في توبة واعتراف بالعكس يبقى التناول هنا بتتغفر لنا الخطايا، بننال المغفرة والثبات في المسيح. طيب نكتفي بهذا القدر، اتفضل نصلي.